أسيوط برضو علشان على الهواء مباشرة يطمننا على المشهد من محافظة أسيوط. اتفضل يا يونس. دعيني يا أستاذة هند أشرح لك توافد المئات من المواطنين في أسيوط أمام اللجان وفي القرى والمراكز والمدن، حيث تشهد لجان انتخابات الرئاسة في أسيوط توافد المئات والألاف من مواطني أسيوط للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي بدأت منذ أمس واليوم وغدا إن شاء الله. دعيني أوضح لك، اليوم تزايد أعداد المواطنين بسبب التيسيرات التي قام بها مسؤولي المصالح الحكومية في الشركات ومديريات الخدمات، وذلك بالسماح للموظفين بالخروج للإدلاء بأصواتهم كحق مصري. أشرح لك الأجواء في القرى، خروج السيدات والرجال في لجان مراكز أبو تيج وصدفة والغنايم وفي مدينة أسيوط وفي ديروط والجوصية ومنفلوط. دعيني أشرح لك، هناك خروج المئات من السيدات من أصحاب وكبار السن، هناك مسيرات شعبية توضح مدى خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وهناك ربما الكاميرا ترصد أستاذة هند مسيرة شعبية لمواطني أسيوط ترصد مواطني أسيوط والمرور في الشوارع. هناك احتفالات بالخيول والرقص والطبل والمزمار البلدي، هناك مسيرات تطالب المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الشوارع. ولكن دعيني بعد أن وصفت لك جزء من هذه الأجواء والاحتفالات وخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم، معي سيادة المستشار عاطف عباس رئيس لجنة الانتخابات في أسيوط، وذلك من خلال تفقده لعدد من اللجان في أسيوط يشرح لنا بعض الأجواء وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت. سيادة المستشار، أولا نرحب بحضرتك على شاشة قناة الحياة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. دعني سيادتك، كم عدد المواطنين في أسيوط اللي لهم حق التصويت، عدد اللجان، اشرح لنا الأجواء في اللجان سيادة المستشار. عدد المقيدين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في محافظة أسيوط يبلغ العدد 2,563,259 ناخب، ويشارك في الإشراف في العملية الانتخابية ما يقرب حوالي 750 قاضي من جميع الهيئات القضائية وحوالي 495 موظف من جميع الهيئات القضائية والجهات الحكومية المختلفة. وتلاحظ اليوم وجود كثيف، وبالمرور على بعض اللجان الفرعية بمحافظة أسيوط بدائرة قسم أول وقسم ثاني تلاحظ وجود إقبال وعدد كثيف من الناخبين على تلك اللجان، وتم تيسير عملية التصويت بسهولة ويسر لجميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم. دعني سيادة المستشار، هناك كانت بعض الأشياء الملتبسة على المواطنين الوافدين في الإدلاء بأصواتهم، حيث هناك بعض من المواطنين الوافدين في محافظة أسيوط، خاصة أن محافظة أسيوط بها جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وبعض من الشركات التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين إلى محافظة أسيوط، وكيف يصوت الوافد؟ نريد أن توضح لنا هذه الصورة. أما بالنسبة للوافدين، كان في لجنة استمرت عملها مدة شهرين بالمحكمة تتلقى طلبات المواطنين للإدلاء بأصواتهم الوافدين، وتم قيدهم في تلك اللجنة وحمل تصريح، ثم اخترت الهيئة الوطنية بجميع الأسماء وتم قيدهم في الجداول الانتخابية. مجرد المواطن يطلب 51 ورقمه القومي هيعرف أغرب لجنة يروح يصوت فيها ومقيد اسمه بجدول الانتخابات، فلا بد أن يكون حتى الوافد لا بد أن يكون مقيدا بجدول الانتخابات. مع المستشار، رسالة أخيرة إلى المواطن الأسيوطي من خلال إشرافك على الانتخابات وجولتك الانتخابية، رسالة أخيرة تقولها للمواطن في أسيوط اليوم وغدا بخصوص الانتخابات. احنا بنحس المواطنين كلهم ينزل ويشارك ويدلي بصوته، وده حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، فانزل وابدأ رأيك، ولا بد أن تبدأ رأيك في الانتخابات وتشارك.
شكرا سعادة المستشار عاطف بيه عباس رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط. عودة إلى الأستاذة هند. دعيني يا أستاذة هند، أنا معي بعض من الشباب من ائتلاف دعم مصر، إن أنا عاوز ألتقي بهم يمرون في مسيرة في أسيوط، وربما الكاميرا ترصد ذلك، فهناك عدد من الشباب وطبعا مستقبل مصر في الشباب. اتفضل يا أنتوا مين وبتمروا فين واشرحوا لنا أجواء الانتخابات. اتفضل قول اسمك. آدم عبد التواب. احنا هنا انا والشباب بنتكلم باسم ائتلاف دعم مصر، واحنا جايين نخلي الناس تنزل وتشارك علشان تبقى بداية جديدة لمصر، ونسنا نعمل حاجة جديدة كده كاحنا شباب، نسنا كشباب نعمل حاجة جديدة كده للبلد بتاعتنا. نفسنا يا باشا نشوف انطلاقه جديده لمصر، نفسنا نشوف الشباب فوق بعد المشروعات اللي اتعملت دي كلنا، بقى صوتنا فوق، بقى الشباب في مستقبل، بقى انا مبسوطين بكده، عايزين مصر اعلى، مصر فوق، فوق الجميع، عايزين مصر تبقى حاجه كبيره قوي، عايزين نتحدى الدنيا كلها وتبقى مصر فوق، وتبقى في كل مكان، تحيا مصر، تحيا مصر باسم مصر، باسم ائتلاف دعم مصر. معي ناخب تاني برضه. انا جاي بقى بشكر السيسي والامان والامن والامان واللي عامله في البلد، وربنا يزيده ويزيده اكتر واكتر في اللي بيعمله في البلد ده. ربنا يزيده اكتر واكتر في اللي بيعمل. ادليت بصوتك. ادليت بصوتي. ادليت بصوتي. ادليت بصوتي. العيال برضك ادلوا بصوتهم برضك كلهم. تعالي ها برضك كله العيال والمدام والشباب وكله. ادليت بصوتك. الشغل فين؟ انا مستلزمات طبيه في جامعه اسيوط. ادليت بصوتك. الحمد لله. طيب ايه، هل السيدات في اسيوط بيخرجوا يعدلوا باصواتهم ويعدلوا اصواتهم كده؟ هل السيدات في اسيوط؟ السيدات اكتر. المراه في الصعيد هل حست انها تأدي صوتها وتدي بصوتها؟ انزل انزل شارك. المراه في الصعيد هل بعد ثورة 30 يونيو هل المرأة في الصعيد فعلا شعرت وبيب ان لها حق في السياسة والادلاء بصوتها؟ هل له قيمة وله حق؟ ده اللي جعل حضرتك تنزلي؟ فعلا. وامان مش زي الاول طبعا ايام الثورة. الحمد لله بالامان. صح. ولنا كيان برضه، بيجي لنا كيان، لنا كيان، المرأة بتلاقي كيان، كيان المرأة. كمان معي سيادة اللواء تدرس جلدس عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة أسيوط، والذي تواجد بالصدفة أمام مقر اللجنة من خلال تفقد ومرور اللجان. سيادة اللواء اشرحنا الأجواء في أسيوط وجو اللجان في أسيوط. الأجواء جايبة الكاميرا والكاميرا مش بتكذب، مصر كلها فرحان، مصر في عيد، مصر بتبعت الرسالة للعالم كله وهتبهر العالم كله بقعدتها. الشباب مبسوط، الشباب فرحان، الشباب متحمس، المرأة موجودة، الراجل بيسابق المرأة في تواجده في الانتخابات. في لجان انتخابية دلوقتي عملت أعداد في الرجال تخطت أعداد المرأة، وبقي في سباق وفي تنافس بين تصويت الرجال وتصويت المرأة في أسيوط هنا إن شاء الله. وهندي جايزة أو حافز لأعلى لجنة هتجيب أصوات على مستوى مدينة أسيوط إن شاء الله. كذلك معي مواطن آخر ربما جاي يأدي يدلي بصوته. تفضل. رأف التوفيق لأسيوط. هو أنا هي وطنيتنا لا يزاد عليها أحد، يعني مصريتنا دي احنا مش بنقول عشان اعلى، لا مصريتنا انا بعمل مستقبلي بايدي، ببنيه وببنيه صح، ببنيه بالعقل صح. يعني احنا دلوقتي تخيل مصر بقى تحدت العالم من زمان وبتتحدى العالم دلوقتي، فبتتحدى العالم برجالها وبعقلها وبفكرها وباستنارتها ان شاء الله وبشبابها طبعا. كل خير. دعيني بعد اللقاء مع هذه الكوكبة من المستوطنين في أسيوط ومن الشباب الذين يقومون بمسيرة شعبية في يتجولون في شوارع مدينة أسيوط، أن وصلتني الأجواء في مراكز والقرى والنجوع في أسيوط. هناك توافد الكثير من أهالي القرى، توافد الكثير من أهالي القرى، هناك سيارات تجوب شوارع القرى لخروج المواطنين والتيسير عليهم. في نفس السياق هناك أجواء أمنية ميسرة، لأن هناك الأمن يقوم بتيسيرات، هناك في كراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة وأصحاب الحالات الخاصة من الشوارع إلى داخل مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم، هناك تيسيرات شديدة، هناك تعزيزات أمنية أمام اللجان، هناك حسن معاملة، تفعيل حقوق الإنسان أمام اللجان للمواطنين والإدلاء بأصواتهم. ربما أستاذة هند
لم أرصد منذ أمس من خلال عملي حدوث أي مشاكل أو أي أنواع من المشاكل في كل لجان محافظة أسيوط، بداية من مركز أسيوط في الشمال إلى مركز صدفة في الجنوب. قام اللواء جمال شكر واللواء أسعد الزكير مدير المباحث، مدير الأمن ومدير المباحث، وعدد من القيادات الأمنية بتفقد اللجان والخدمات الأمنية في اللجان والاطمئنان عليها منذ صباح اليوم. هناك فرحة عارمة من المواطنين في أسيوط للإدلاء بأصواتهم، خاصة أن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات الحقيقة السابقة. دي الروح المعنوية اللي احنا محتاجينها يا يونس. يونس درويش يعني، نعم. من أسيوط احنا بنشكرك جدا على التقرير الشامل ده، بنشكر زميلنا من أسيوط وبنشكر أيضا ضيوفك الكرام.